بموضوع ترسيم الحدود وبغض النظر عن السجال الحاصل حول الخطوط 23 و29، يعني ما بعرف بصراحة، أنا ما بفهم فيهم ولا شغلتي أفهم فيهم. يعني في دولة وفي رئيس جمهورية وفي حكومة وفي رئيس حكومة، شغلتهم هيدي مش شغلتي. هلا ما بعرف، من بعد الحكي يمكن يسحبوا مني الجنسية اللبنانية، لأنه إذا ماني غلطانة لهلا يمكن أنا اللبنانية الوحيدة اللي بعدني ما صرت خبيرة ترسيم وتنقيب بجمهورية 4 مليون محلل سياسي واستراتيجي وخبير ترسيم ونفط. بس جد يعني هيك انه الواحد بصير بفكر، تخيل طيب ليش كل ما بينتصر لبنان على العدو بنصير بنلاقي اللبنانية هيك بصيروا بيسخفوا الموقف اللبناني، كتير بيحبوا يشوفوا دايما لبنان بموقع له ضعيف. ليش دايما في قسم من الشعب اللبناني بتتقاطع مشاعره وآرائه ومواقفه مع مصلحة العدو؟ يعني ولا مرة كانت مع مصلحة لبنان. النفط ما اخترعه ميشيل عون على فكرة، النفط من عشرات السنين، بس انه كان ممنوع ينحكى فيه، وكان كل ما بينحكى بالنفط كان يصير خضة وحرب بالبلد. طيب بأول عهد الرئيس ميشيل عون كان بعدهم شيء انه ها عم بيحكوا بالتنقيب، طلعوا الحقودين شيء لا يخبرنا انه عم بيكذبوا عليكم ما في غاز وبلبنان منه بلد نفطي، وشي صار يقول يا رب ما يطلع في غاز. يعني بصراحة انا ما قطع راسي هيك شعب. اليوم وصلنا للترسيم بعناد وطنية الرئيس ميشيل عون وبقوة المقاومة، عجبكن ولا ما عجبكن؟ طيب روحوا شوفوا في لبنانية هلا على تويتر بشرف الزعلانين أكتر من الإسرائيلي. الإسرائيلي نام والأمريكاني نام وهني بعدهم عم بينوحوا ويلوحوا على تويتر، مقهورين مقهورين عن جد. ما بعرف وين صرنا، شو هالحقد، شو هالكره، شو هالنكد اللي بحقدكن وكرهكن ونكدكن، خربتوا البلد. بعمري ما شفت شعب هالقد بيكره انه بلده يصير قوي ويقوي اقتصاده ويصير عنده اكتفاء ذاتي ويبطل شحاد. يا بلد الشحادين، والله العظيم قرفتونا البلد، قرفتونا البلد، ويلي عم بيصير فينا قليل. كان بدي اقولكم انه هيك شعب مش انه يعني بس بيستاهل هيك سلطة، لا ابدا. حابة هيك عبر عبر اكتر من هيك، هيك شعب للحقيقة وما حدا يزعل مني، لازم له اعادة تدوير.